دلوقتي هنشوف المواهب الغنائية. طبخنا كتير وقليل، طبخنا كتير وقليل، نغني نغني بقى. طبخنا الفرقة اهي، الفرقة معانا اهي. طيب طبختوا بقى واكلتوا الناس وتخنتوا الناس ورفعتوا الناس، عملتوا حاجات كتيرة خلال 10 سنين اللي فاتوا. آن الأوان ان احنا نكتشف مواهبكم. اطلعوا تهربوا دلوقتي. كل فريق هنقول له كلمة، الكلمة دي فيها اسم مادة غذائية، حاجة بتتاكل أو حاجة بتتشرب، ويجيب عليها أغنية. اللعبة دي مش لعبة سرعة، يعني سؤال هنا وسؤال هنا، كل فريق قدامه 10 ثواني بس عشان يجيب أغنية فيها اسم الأكلة دي أو المشروب ده. صعبة شكل. وطبعا يغنيها الفريق. النقطه مش هتحسب غير لما تتغنى. تغني كل حاجه. لا جماعي جماعي، كورال جماعي. السؤال هنا قدامكم 10 ثواني عشان تجيبوا اغنيه فيها حاجه من السكر. السكر سكر محل محطوط عليه. سكر محلي محطوط على كريمة، شعرك محلي والعود علي القيمة، عليكي بصة تخلي العيل مجنون. يلا تفادات كويس. طيب انتوا اغنيه قدامكم 10 ثواني تجيبوا اغنيه فيها عنب. عنب العنب. ايوه يا شيف شربيني. ايوه عنابي. يلا عنب. بص يا شيف شربيني، انا يعني هديكم نقطه على النيه الطيبه، انما الحقيقه لو يعني لو على الصوت لا حرام. تظلم الناس. ده يعني ده الاغنيه كانت اغنيه رقيقه وهو لا بس انا لازم احس كده عشان استخف منها. على عيون نقطه مظبوطه. ايوه 10 ثواني تقولوا اغنيه فيها حاجه من مشتقات القمح. القمح الليله الليله بتبارك تبارك يا رب تبارك يا رب العدس والكب يا رب ويدينه. ايوه بس انت قلتي قريتي الفيلم ايه دليل العدس والكب. انا الحكايه بتاعت عبد الوهاب العظيمه. لا ده انا ملخبطه كل يا رب تبارك يا رب. ده شربيني عايز يقول للقمح هو كمان علشان ياخد. طب عفاف راضي بتغني. هيقول لعفاف راضي. مصر هي دمي لها هو دمي شكلها سماري شكلها اتمرن حتى نوري امشي مخيك يا مصر مصر مصر. الفريق هنا فريق الطيبين بيعلي على لا بس هم قالوها باداء لا معلش هو اي سليق اي طبيخ مسلوق. لا ده طبخ متسبك. لا انا اسفه انا اسفه. الله انتوا واخدين وضع هدفيه. انتوا بقى يا نوجا استناتي يا نوجا استناتي والله لو اجابه قدامكم 10 ثواني هتخلص 10 ثواني وتقولوا اغنيه فيها مانجا. مانجا هي فاكهاني وبحب الفاكهه وبموت في الموز والمانجا. فاكهاني وبحب الفاكهه.
ربي فنانه فريق الطيبين مش قادر ايوه احنا ربنا يبارك في القعده دي طيب ما سمعتوش عن حبك سفاح حبك سفاح ايه ده ايه ده ايه ده ايوه ده حبك سفاح مجرم وماسك لي سلاو حبك مانجا وتفاو حبك مانجا دي حاجه تتسمع مره واحده وتسمعش يلا نانسي عجرم حبك سفاح مانجا وتفاح لا هنديكم طبق على ايه على ايه ايه على سبع ايه مفيش مانجا ازاي حبك مانجا وتفاح حبك مانجا ماشي فيها 10 ثواني تجيبوا اغنيه فيها كلمه او مشروب الازوزه او الكازوزه اشربش الشاي اشربش الشاي اشربش الشاي اشربش الشاي اشربش الشاي اشربش الشاي اشرب ازوزه في العجوزه مع استكوزه ايه يلا كاتش كادر في لالولو كمان نانا كمان نانا كمان نانا اشرب ازوزه في العجوزه مع استكوزه ايه واجيب لي دش مع الموبايل وقفت الكوبايه أمهرتونا طيب حاجة سهلة جدا احنا ولا هما احنا انتوا انتوا في 10 ثواني على فكرة كل كلمة هنقولها في كذا اغنية ممكن تنطبق عليها مش اغنية واحدة اغنية فيها كابوريا از كابوريا از كابوريا او از ازوكي از ايه ابويا قال لي ارمي الشبك بك امي قالت لي لا البحر ياكلك شكر بنج مش سهلة قوي في 10 ثواني تجيبوا أغنية فيها يوسفندي أو يوسفندي ايه يا ابن عم البرتقال لا بتاع العمدة ايوه هو ده يوسفندي ايه على صدري تحكوا عليا تقول فندي ايه لا لا في عادي حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال يا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال بدعم لا وهين في مواهب بس الحس الشعبي واضح يعني اغنيه من رضا من الفولكلور من فرقه رضا لو شفتي شاف نرمين اكتر واحده جابت اغاني عن الشعب اكتر واحده جابت هي كلنا من تحت لتحت هي كلنا ايه ده والله انا مش سامعه صوتها لا كلنا من تحت كده بتقول لا لا احنا عايزين نشوف اداء حاجه شكرا طيب بس دي بقى انت اللي تغنيها أوه. اغنيه فيها سهله قوي ربنا يستر بسبوسه 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 يا دلتا يا دلتا يا بسبوسه ولا حويتي وكبرتي وبقيتي عروسه يا دوسه يا دوسه شايله البسبوسه ولا حويتي وكبرتي وبقيتي عروسه الله
العدويه بتاعت ست وبسبوسات بسبوسه. لا احمد ازاي يا غالي، ست وبسبوسات له بسبوسه بسله وسكر والعسل. دي مش اغنيه كنسل يا حوسه، دي اغنيه اللي نايم في العسل ست وبسبسه له مامته مسكره. ايوه ده كانت بتحكي لي دي بسبوسه بره، ده انا عايش قوي عارف فيها بره. حد يقول لي كنتونه بسبوسات كتير. اوكي طيب الحلوانيه عندنا كتير. ما هو هما الجماهير في الكنترول بيطالبوك تقولي تغنيها ست وبسبسات له بسبوسه مع الرقصه. مع الرقصه لا ما فيش بقى غير ست وبسبسات له بسبوسه بالسمن والسكر والعسل، عسل وكاسل يا حوسه وعاطل ونايم في العسل. ست وبس ست له بس يا نهار اسود. اتاكدت انه سفره مؤيده مواهبكم. أيوة. صح يعني انتوا كان لازم تنطلقوا اكتر من كده. نزود فقره غنائيه في الحلقه. فقره غنائيه نقفل بفقره غنائيه. طبق واغنيه وطبق عايزين يقفلوا البرامج. طيب احنا كنا واقفين السؤال هنا. السؤال هنا. لا يا حبيبتي البسبوسه بتاعتك كانت بتاعتكم. طب انتوا دخلتوا ليه؟ حقنا. طيب يبقى السؤال هنا. ايوه في 10 ثواني نركز بقى. فريق سفره طيبين بقى ورد مثلا. فريق سفره طيب. الورد بيتاكل. ايوه ورد بالفلاور منه بيتاكل. طب ورد يا ستي يلا المايك معاكي بقى وفرجينا ورين. بكيزه هانم غدا التلي. بكيزه هانم التلي وهغنيها لك بالفرنساوي كمان. ده يلا Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et something, quelque chose. Il est entré dans mon cœur. Une part de bonheur qui fait y'a qu'est d'heure. يا ورد على فل رسم الله عليك يا قمر حنا، الله عليك يا قمر حنا. قرب هنا تعالدنا، قرب هنا تعالدنا. ورد يا بيخد كل يا هاني. اخر حاجة هنسأل عليها اغنية في 10 ثواني تجيبوا اغنية فيها تفاح او تفاح. يا بتاع التفاح. ايوه يا بتاع التفاح التفاح جراح يا بتاع الياسمين مين يندهلك مين واحنا حدانا الفل يقولوا يا ولا بحرية يا ولا يقولوا يا ولا بحرية يا ولا يا ولا يا ولا والنبي يا ولا عمي يا ولا يا 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 ولا يا ولا. واحنا بنصمم الالعاب احتفالا بعشر سنين على انطلاق السي بي سي سفره، تخيلنا انه لو يعني لو ندورنا على اغنيه فيها اكل هنلاقي اغنيتين ثلاثه. الحقيقه لقينا عشرات وعشرات الاغاني والامثله، الاكل داخل في كل حاجه. النتيجه بقى كام يا شباب؟ لا ده احنا كسبانين. لا كسبانين. لا لا خدنا منكم كذا. طب يؤسفني اقول لكم انه تعادل. لا احنا كسبنا حلو بس. فلازم يبقى فيه راوند فاينل. لازم يبقى فيه اداء هو اللي يحسم النتيجه. لا اداء تداولوا بقى مع بعض. انتوا هنا تداولوا هنا. انا بلاش اغاني القديمه مش حافظه. انت اللي بعدها راحوا الحبايب ردينا على عبالهم عام والتاني
يا بنت السلطان قلني على الغلبان الميه في ايديكي وعدوية عطشان يا بنت السلطان قلني على الغلبان الميه في ايديكي وعدوية عطشان سعيده يا حلوه سعيده يا اللي بلادك بعيده اموري وانا جيلك ماشي مصر الجديدة واديني اديني يا عطر المية في ايدك سكر اديني يا عطر المية في ايدك سكر محسوبك عدوية تحب اسكندرية الكايرو دي بلدي والدول العربية تحب اسكندرية الكايرو دي عمر اسكندراني يا جماعة على فكرة اديني اكتر المية في ايدك سكر اديني اكتر المية في ايدك سكر على كوبري عباس ماشية وماشية الناس ماشية تبص علي يا فروتة واناناس على كوبري يا فروتة واناناس ماشية وماشية الناس ماشية تبص علي يا فروتة واناناس في نقطتين مهمين جدا لازم يعني نذكرهم. واحد ان انتوا اخترتوا اغنيه فيها ثلاث حاجات بتاكلوا بتشربوا ميه وفروته واناناس. الحاجه الثانيه انا مش عارفه سمير يوسف هيرجع يخليكم تطبخوا تاني ازاي بعد كده معرفش مش عارفه بس يعني يعني هناخد وقت على ما ننسيه ده ان انتوا احنا جاهزين يلا يا حبايبي يلا نوره السادات نوره السادات مش يلا يا حبايبي نوره ما تهزرش الرقصه دي سخنتهم وسخنوا دلوقتي يلا شغال ده يلا واحد اثنين ثلاثة الحلوة دي قامت تاكل في الفجرية بيتنا كوكو كوكو بالفجرية يلا بينا على باب الله يا صبايعية يسعد صباحك صباح الخير يا استعطية طلع الصباح رتاحي عليك لكن ما فيش ولا مليم طلع الصباح فتحي عليك لا بس الاداء ما كانش فيه حركه كفايه احنا عملنا بس كان في كده ضمير بصوا يا جماعه ما بنبالغش علشان انا مش محتاجه الكنترول روم ضميري يحتم عليا ان انا اقول انه انتوا الاثنين على نفس القوه من الاداء يلا اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه